في مكان جمهور ريال مدريد كمدريدي النهارده يتحط لمده 3 4 دقائق ويصبح واحد من مشجعي ريال مدريد، فنبدا معاه الكلام. اولا، تاخد السنه دي دوري ولا دوري الابطال؟ تاخد السنه دي دوري ولا دوري ابطال؟ اخد السنه دي دوري. دوري مش دوري ابطال. في سبب عندك ولا عاطفيا فقط؟ لانه برشلونه مش موجود، وهو الغريم بالنسبه لي، وانا لسه فايز بدوري الابطال السنه اللي فاتت. انا عارف انت الدوري فزت بيه السنه اللي فاتت برضه، بس انا مش مطالب ان افوز بدوري الابطال كل سنه، لكن الدوري قدام برشلونه، وان انا احاول احبط من انطلاقه برشلونه والرايز بتاعه ده. ده اهم دلوقتي. اعتقد الموسم ده اخر موسم لانشيلوتي بغض النظر عن النتائج او لا. يعني انا اؤيد ولا اعتقد انه يعني كفايه. ليه؟ لانه انشيلوتي ما بقتش حاسس ان في جديد بيحصل كتير. في لعيبه كتيره بقت تلعب بالسجيه والارتجال كده، وفي بعض الاوقات ما بيتدخلش بشكل كويس في المباريات. الراجل الكبره انشيلوتي حبيبي، انا بحبه على فكره. الكبره بحب انشيلوتي، ده ذكريات حلوه يعني. رونالدو قال لك اتدرب معاه تاني وحدف البوكس في وش زلاتان، قال له سمعا وطاعه. لا في كده، ما هو انشيلوتي مراحل اللعيبه، خلي ده حبيب اللعيبه كلها. طيب ماشي. وبناء عليه، لو عندك توخيل متاح، زيدان يرجع، يورجن كلوب بيسيب ليفربول، تختار مين فيهم؟ اختيار صعب. وانت انا فاكر يا جماعه ما كنتش عارف الاسئله، فاختيار صعب. ما هو امتى حد بيعرف اسئلتي يعني؟ صح. عيب يعني. لا يعني لا، محتار ما بين كلوب وزيدان. توخيل لا. لا مش هختار توخيل. هختار زيدان يرجع ولا كلوب يجي؟ يعني الاضمن زيدان. الاضمن زيدان. الاضمن زيدان. حلوه دي. لو عرض يعني عليك كلوب، خلي بالك كلوب دايما يعني بياخد الفريق اللي مش في التوب في بلده. ياخد فريق من تحت شويه يطلع بيه. هل وبيحتاج وقت جميل في ريال مدريد؟ مش 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 مؤكده يعني الفكره دي. زيدان مقبول، عنده رصيد وهكذا يعني. صحيح. طيب لو عرض عليك تختار اسم من الاثنين للدعم، تيو واشرف حكيمي، تختار مين؟ اشرف حكيمي، لان المركز ده محتاج اكتر يعني. حتى لو مندي بكل مساوئه دي، لا الناحيه الباك اليمين ده صداع فتره طويله، وكان صداع في برشلونه بس قعدنا سنين بنشوف سيرجي روبرتو. دلوقتي كوندي خلاص حل لك المشكله دي. فهات لعيب تقيل موجود يشيل لك العمليه دي ويخلصك من اصابات كارباخال ولوكاس باسكيز اللي هو لا يصلح لهذا المكان قوي، وناتش اللي هو يعني بيلعب كل فين وفين، او بس مش بطل، لكن فرق هيعمل لك طفره كبيره طبعا. هتجري على بلينجهام ولا مبابي؟ لا مبابي طبعا. هتجري على مبابي طبعا. لو عندي يعني انا بتكلم عن من الناحيه العمليه بقى، مش شعور بقى الجمهور المدريدي باهانه او كده، دي قصه ثانيه مش هقدر افصل فيها. لكن لان انا مش هحس باحساسهم ده. لكن مبابي اعلى. بيلينجهام جامد، بس يعني ريال مدريد عنده لعيبه خط وسط كويسه وممكن تعمر معاه فتره طويله وتدي معاه. لكن في الهجوم لا، ريال مدريد محتاج دعم من كذا سنه. طيب. مش من السنه دي بس. لما تسمع انه فريقك ما عندوش هويه، تفرح ولا تزعل؟ عادي، نيوترال، ولا افرح ولا ازعل. لان يعني انا في النهايه عندي الفريق يأدي بشكل كويس في اللحظه الحاليه، مش لازم يعني يكون نفس اسلوب لعبه طول عمره. وفي نفس الوقت يعني هي برضو مش حاجه تفرحني يكون عنده هويه زي ما اقول لك كده، ومش حاجه تزعلني. عادي طالما بكسب. بالظبط. انا المهم عندي يكون عنده اسلوب لعب في اللحظه دي. صحيح. انت لو بتتكلم هويه تاريخيه ولا هويه في الوقت ده؟ لا، هويه لعب كوره في الوقت الحالي. لا، في الوقت الحالي لازم يكون عندك هويه طبعا. لازم يكون عندك نهج لعب واضح وراسخ في اقدام وعقول اللاعبين من خلال مدربهم. لكن هويه تاريخيه زي برشلونه بقى وزي اياكس وزي بايرن وكده، لا يعني مش ضروري. وريال مدريد اختلف اسلوب لعبه كتير في تاريخيا يعني. هو فريق هجومي عموما. بس شايلها لك للاخر والله. ايه؟ رئيس ناديك المستقبلي ما بين سيرجيو راموس وكريستيانو رونالدو. بلاش سيرة رؤساء الأندية دي، أنا تعبت. هقول لي تاني السؤال. راموس قال عايز أبقى رئيس نادي في يوم من الأيام. راموس ولا مين؟ كريستيانو رونالدو. الاثنين عايزين يبقوا رؤساء أندية. الاثنين مرشحين لرئاسة ريال مدريد، وراموس قال علنا عايز أبقى رئيس نادي. لا أو عايز يعني أشتغل في الكورة. لو هختار هيبقى راموس. مش كريستيانو. لا يعني راموس اعتقد كشخص يعني رونالدو عظمته كانت في ان هو مش شخص متزن على فكره. يعني راموس شخص اكثر اتزانا. العظماء منهم مش متزنين يعني. أنا في بعض العظماء ما بينهم وبين الجنون شعره، ما بينهم وبين النرجسيه شعره، ممكن يكون عندهم شويه نرجسيه. فانا في اللحظه دي مش عايز لاعب، انا عايز رئيس نادي بياخد قرار، ما يكونش مفعالي، ما يطلعليش بعد نهايه دوري ابطال يقول انا ماشي. راموس ما عملش كده. فلا، لو هتمشي معايا كده هيبقى اختار راموس. احلى من بعض الاجابات يا عطا والله. حبيبي. وكمان طيب. ما ننساش حاجه. راموس اسباني. والصحافه الاسبانيه متحيزه للاسبان. صحيح. فانت مهم. نقطه مهمه جدا طبعا. دي برضو